السلام عليكم اخواتي، كنتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير بافضل الاحوال وبصحه جيده. ومرحبا بكم معايا في قناتي اللي هي قناتكم قناه لطيفه. مرحبا بالجميع معايا. اليوم غنتسلك معكم الطريقه ديال تحضير بيتزا رائعه بزاف غتعجبكم، فبقاو معايا تابعوا جميع المراحل. ولا كنتم الناس الجداد اللي يلاه التحقوا بالقناه فضغطوا لايك واشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. ومرحبا بالناس الجداد اللي التحقوا بالقناه، مرحبا بكم والف مرحبا. وشكرا للناس اللي سولوا فيا هاد الايام اللي غبرت، مبقيت حطيت حتى شي فيديو تقريبا زوج ديال الاسابيع. شكرا لكم بزاف انكم سولتوا فيا. بصراحه كان عندي مشكل في القناه انني ما توصلتش بالكود ديال ادسنس، وطلبته ثلاثه ديال المرات وما توصلتش به، لهذا غبرت. ودابا رجعت معكم ان شاء الله بالرغم من انني باقا ما توصلتش بالكود ديال ادسنس، وكنتمنى ان شاء الله توصل به عما قريب. ودابا نمروا على بركه الله اخواتي، نترك معكم الطريقه ديال تحضير بيتزا. ودابا اخواتي نبداو على بركه الله، نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. في نفس الوقت عندي معلقه صغيره ديال الملح، واكيد عندي نصف كيلو ديال الطحين اي ما يعادل 5 ديال الكؤوس ديال العنبه كبار بحال هادو ممسوحين، ومعلقه صغيره ديال الملح غنضيفها من الجنب. وعندي هنايا معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه فهي فاضت، وضعتها مع الحليب الدافي، ومعلقه صغيره ديال سكر سنيده وخليتها تفاعلت. اكيد غنعجنوا بالحليب، غنسلل الكاس بشويه ديال الحليب الدافي. فعندي نصف لتر ديال الحليب، ولكن على حسب الخليط، يعني داكشي اللي غياخذ لينا الخليط اللي غنعجنوا به. وعندي نصف كاس ديال زيت الزيتون، بصراحه بيتزا كتجي رائعه بزاف، غير جربوها. فانا فايت ليا وحضرت معكم البيتزا في القناه فهي نفسها. وهنا عندي بيضه صغيره كامله وضعت عليها قطرات ديال الخل، صافي نحيد المعلقه ونبدا بالعجن. نقفض يديا ونبدا بسم الله على بركه الله نعجن العجين ديال البيتزا. صراحه نصف كيلو ديال الطحين كيخرج لينا جوج ديال البيتزات. وغنبقى نضيف الحليب الدافي. كيف ما كتشوفوا معايا اخواتي العجين ديالنا كيكون كيتلاصق. صافي غنحاول انني ندلكو مزيان، ودعيو معايا اخواتي، دعيو معايا ان شاء الله نتوصل بالكود ديال الادسنس. فاكيد اخواتي فتحت هاد القناه باش نعاون راسي نفيدكم ونستافد باذن الله. وكنتمنى ربي يسر ليا ويسر لجميع المسلمين والمسلمات، كل من كي يطمح انه يوصل شي حاجه الله يسهل عليه. صافي غنجمع العازين ديالي ونرجع معكم. ودابا اخواتي بعد ما جمعت العازين هذا هو القوام ديالو، صافي نغطيه ببلاستيك غذائي ونخليه يختمر. ودابا اخواتي نبداو على بركه الله. عندي هنايا الدجاج، الصدر ديال الدجاج، نصف الصدر ديال الدجاجه شويه كبيره، المهم داكشي اللي متوفر عندكم تقضيو به. غنشرملو، غنضيف الزنجبيل اي سكينجبير، اكيد كيكون مغسول من قبل، بالحامض والملح، وغنزيد شويه ديال الابزار اي الفلفل الاسود، وغنضيف البابريكا اي فلفله حمراء حلوه، وشويه ديال الكركم الخرقوم، وشويه ديال الملح، على حسب الذوق. وغنضيف شويه ديال القزبر ومعدنوس. صافي ونشرمل الصدر ديال الدجاج، نخلطوه مزيان باش تدخل فيه هاد التوابل. صافي نوضعو جانبا، وناخذ هنايا عندي ثلاثة ديال المطيشات محكوكين، وغنضيف قزبر ومعدنوس، وغنضيف زيت الزيتون،
غنضيف بودره ديال الثوم، فانا نسيت ما ضفتهاش على الدجاج، غنضيفها. غنضيف هنايا في لاصوص، اي حاجه درناها في لاصوص نديروها حتى في الصدر ديال الدجاج. بصراحه البودره ديال الثوم كتعطي واحد اللذه في الطياب رائعه، فانا سبق ليا وشاركتها معكم. واكيد الا ما متوفراش عندكم غديروا غير واحد الفص ديال الثوم وتحكوه صافي. وغنضيف شويه ديال الزنجبيل وفلفله حمراء حلوه. شويه ديال الكركم وشويه ديال الابزار، هي فلفل اسود. وغنضيف واحد الشويه ديال مطيشه ديال الحك، طماطم المركزه. الا ما بغيتوش تضيفوها كيبقى لكم الاختيار، ما تزيدوهاش. والملح كيبقى دائما على حسب الذوق. ودابا اخواتي جبت شويه ديال الزعتر، فانا ما حطيتوش في العجين، كنحطو في لاصوص ديال مطيشه. وهنايا معلقه صغيره ديال مطيشه ديال الحك. بصراحه لاصوص ديال مطيشه كيجي زوين. ودابا غنضيف كاس الا ربع ديال الماء عنبه فوق لاصوص ديال مطيشه، ونوضعها فوق النار باش تطيب. وهنا عندي المقلات، وعندي البصله، جوج ديال البصلات عندي هنايا مكورين، وعندي واحد البصيله خضراء. المهم ممكن تستعملوا غير البصله الخضراء، المهم اللي متوفر عندكم. صافي غنوضعها في المقلات صافي. فانا زدت شويه ديال زيت نباتيه، واحد جوج معالق كبار، وغنزيد شويه ديال الملح صافي، ونوضعها فوق النار. ودابا اخواتي البصله ها هي تسحرات. غنضيف الصدر ديال الدجاج اللي قطعناه وشرملناه صافي، نحركو مزيان ونخليه باش يطيب. ودابا اخواتي نوجدو كريمه الجبن، بصراحه كتجي كريمه لذيذه. هذه الكسرونه فاش طيبت قبيله الحليب باش عجنت، فالحليب شاط ليا نيت من نصف اللتر اللي كنت عجنت منه. عندي كاس هنايا عنبه كبير عامر مزيان، وعندي معلقه ديال النشا، وغنضيف شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار، شويه ديال الفلفل الاسود، وشويه ديال الملح على حسب الذوق صافي. غنخلط العناصر ديالي، والحليب اكيد دابا بارد. ودابا اخواتي كيف ما كتشوفوا معايا بقيت كنحرك الكريمه ديالي، والنار مهيله حتى عقادت كيف ما كتشوفوا. ودابا غنضيف ثلاثه ديال الفروماجات، فروماج المثلث صافي. كنضيف ثلاثه وكنطفي النار وكنحرك حتى كيذوب ليا الفروماج. فالكريمه سخونه الفروماج كيذوب فيها دغيا مع التحريك كيف ما كتشوفوا. ها هو تقريبا ذاب، وكيف ما كتشوفوا معايا الكريمه ديال الجبن كتجي عاقده على هذا الشكل بعد ما ذاب فيها الفروماج. بصراحه كتجيب مذاق لذيذ. غنخليها غير تدفى واحد الشويه ونوضعها في بلاستيك غذائي. ودابا اخواتي العجين ديالي اختامر صافي، غنوضعوه فوق سطح العمل. اكيد سطح العمل كيكون مغسول ومنشف من قبل. وغنقسمو على جوج كرات ديال العجين، اي غنقسموه على جوج بيتزات كيف ما كتشوفوا. تبارك الله ما شاء الله العجين كيجي رائع ومفشفش، كنتمنى يكون واضح ليكم. غنقسمو على جوج كرات صافي، غنشكل كرات من العجين. وغنستعمل شويه ديال الطحين ونوضع الكره ديال العجين جانبا، ونشكل الكره الثانيه
صافي نوضعها ونغطيهم بجوج. غنردهم هنايا في الزلافه، غنردهم ونغطيهم بلاستيك غذائي باش نخليهم يختمروا واحد شويه باش يتسرحوا لينا او يتبسطوا لينا بالدلك بطريقه سهله. ودابا اخواتي بعد ما مرات ربع ساعه العجين ديالي شويه ارتاح، صافي كنرش شويه ديال الطحين على سطح العمل وشويه فوق الكره ديال العجين وكنبدا نبسط. كيف ما كتشوفوا معايا العجين كيتنبل، وغنبسط الكره ديال العجين على شكل دائري ونرجع معكم. ودابا بعد ما بسطت الكره ديال العجين على شكل دائري نوضعها في اللاطه ديال الفرن مدهونه بشويه ديال زيت نباتيه. صافي نبسطها مزيان ونقادها ونجيب الكريمه ديال الجبن. ودابا اخواتي قطعت بالمقص البلاستيك الغذائي وغنبدا نوضع الكريمه ديال الجبن من الجوانب وندورها. صافي غنستمر ندورها كلها من الجوانب. ودابا غنبدا نلف العجين فوق من الجبن. بصراحه واخا انا نسيت كيف ما قلت لكم الصفار ديال البيضه، فانا موالفه كان نوضعه مع الكريمه ديال الجبن، جات لذيذه يعني ماشي مشكل. صافي غنبدا بهذا الشكل نوضع العجين ونثبته. كنتمنى يكون واضح ليكم. فاحنا كنلفوا العجين وكنثبتوه مزيان. صافي غنستمر بنفس الطريقه حتى ندور العجين كامل فوق من الكريمه ونرجع معكم باش ما نطولوش لا فيديو. ودابا اخواتي بعد ما ساليت كتاخذوا اي مص ماضي وكتبداو تقطعوا الجوانب بهذا الشكل بشكل مائل. كنتمنى يكون واضح ليكم. صافي كندورو التقطيعه. ودابا اخواتي ساليت كملت التقطاع. صافي كناخد هاد الجوانب هكا وكنجرهم شويه باش كيعطيو واحد الشكل زوين للبيتزا ديالنا. ودابا اخواتي كملت قديتها. هنا غنحتاج الزيتون الاسود وغنحتاج الجبن الموتزاريلا او اي جبن متوفر عندكم تخدموا به. صافي ولاصوص ديال المطيشه اللي انا حضرت معاكم والدجاج مع البصله اللي حنا شحرناهم. صافي وغنبدا نقادو البيتزا ديالنا اي نحشيوها. صافي بصراحه كتجي بنينه ما تشبعوش منها. وغنحاول نحط حتى فوق هاد الجوانب ديال البيتزا باش يجيونا ملونين وبنان. صافي نستمر بنفس الطريقة. صافي دابا غنضيف الدجاج مع البصلة فوق لاصوص ديال المطيشة. كنتمنى يكون واضح ليكم. بصراحة كتجي لذيذة. صافي غنضيف الزيتون. بهذا الشكل نضيف الفرماج
صافي كنكونوا كملنا البيتزا ديالنا الاولى، ودابا غنخدم الثانيه. صافي نوضعها جانبا ونخليوها باش تختمر. ودابا اخواتي بسط الكره ديال العجين الثانيه كيف ما كتشوفوا معايا على شكل مربع، وعندي اللاطه ديال الفرن غنوضعها فيها كيف ما كتشوفوا. صافي ونقادها مزيان. ودابا خواتاتي بعد ما دهنت البيتزا ديالي بلاصوص ديال المطيشه، وضعت البصيله مع الدجاج والزيتون والفرماج، صافي كنكونوا كملنا البيتزا ديالنا. في الطريقه اللي كندير دابا اخواتي حيت الحال بارد باش يتسرعوا ليا في الاختمار، كنسخن الفرن شويه غير كيسخن شويه صافي، وكنطفيه وكنخشيهم في الفرن وحده من الفوق وحده من التحت باش دغيا كيختمروا ليا ونطيبهم. ودابا اخواتي كيف ما قلت لكم وضعتها في الفرن، وضعتهم بجوجات هانتوما تقريبا اختمرات كتنفخ مزيان. صافي دابا غنطيبهم، غنطيب البيتزا بجوج ونرجع معكم. ودابا اخواتي البيتزا ديالنا بعد ما طابوا بصراحه كيجيو خفاف ومفشفشين، كنتمنى يكون واضح ليكم. بصراحه كيكونوا رطبين وخفاف وكيجيو بنان شكلا ومذاقا. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا بصراحه بجوج كيجيو رائعين. هانتوما البيتزات كيجيو لذاد، وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كنتمنى انكم تجربوهم بصحتكم وراحتكم. ودابا غنقطع معاكم طريف، نقطعو من هذه ولا هذه بحال بحال، المهم نقطع واحد الطريف. صراحه كيجيو طوب. ها نتوما هذه وضعنا فيها الجبن، الكريمه ديال الجبن اللي حضرتها معاكم. ها نتوما هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا. ها نتوما بصراحه كتجي محمره ولذيذه وكتجي بنينه، كتعجب الكبار والصغار. هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا بجوج، كنتمنى يعجبوكم. وما تنساوش اخواتي تبارطاجيو لا فيديو وتضغطوا لايك وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا اللي تركت معاكم، جربوهم بصحتكم وراحتكم. ودابا كنقول لكم تهلاو في ريوسكم وفي الصحيحه ديالكم، الى فيديو قادم ان شاء الله، الى اللقاء.